ثمن مئة فايف تعبني هني صعبني حبيت تنقل من هذا الوجع يعني لا مش مخدرنا الله عنك أنا ضاع شيء كان بارك الله فيك هو بقى جاري ودار البيان نورمالمون خصو يسدو هذا مرسل حسن من خريبة جماعة ولاد عبنون دوار العلاجة الوالدة ديالي في الحياة ديالها توفات الله يرحمها دارت واحد الوعد بالبيع مع واحد العدول وثلاثة أخرين من بعد داك العدول ما توفات عيط علينا باش نكملوا مع الإجراءات ديال البيع أنا رفضت قلت لي على أساس بأشياء لأن دخلنا لواحد الودادية مباشرة قلت لي على أساس باش يزيدني الثمن خويا وقع مع البيع قال لي يجي خذ واحد صباغ انت وما تقولهاش لخوتك المهم فاش جيت لعندو عطاني واحد الورقه قال لي اكتب بانك خديتي داك الصباغ كتبت شنو كاين هادي مشيت تفاجات بالاخ ديالي قال لي هاك سير صرح راه عطاها لك العدول قال لك سير صرح مشيت لسميتو قال لك راه بعتي هاد الارض هادي درت شكاية للوكيل المالي الرقم ديالها 431 على 2012 ودارت فيها الاجراءات سنطولينا دارت الخبره جات الخبره بان التوقيعات كلهم مزورين اللي كاينين في الوعد بالبيع ولا الاشهاد ولا البيع النهائي الوكيل العام طالب باش يتعتقلوا هاد الناس قاد التحقيق من بعد ما عرفتش انا الامور كاينين شي حوايج بلا ما نهضروا فيهم دار شي اجراءات دار لهم عدم متابعه واخا كلشي الخبره تتاكد الاقوال ديالي 1000% واعتمد على واحد الشاهد هو درت واحد عند رئيس المحكمه باش ناكد بانه راه عضو في الوداديه كيدير امين مال ديال الوداديه وداروا شاهد فيا من بعد ما تزوروا واحد المحاضر ديال الدرك الملكي والمهم راه درت واحد الشكايه بخصوص السيد رئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه راه باقا عنده توصل بها نهار 23 بشهر جوج المهم هاد السيد هاد قاضي التحقيق والوكيل العام من بعد ما داروا هاد الاجراءات ما داروا شي حوايج باش انا ما نديرش باش ما يدخلش المحامي بقات الاجراءات بحال ما هكا لدرجه اني ما فهمت والو حتى باش هاد الملف النقد عاد عرفت بان راه الملف راه تخاضت فيه الاجراءات ديال عدم المتابعه صيفطت شكايه للوزير العدل هاهي وكاين حتى السيد عابس تصنط ليا الوكيل العام للملك بهذا الشيء كاين صيفط الوزير العدل كنأكد فيها داك الشيء اللي الخروقات اللي دار قاضي التحقيق من بعد ما مشيت نشوف المآل ديال الشكايه اللي ها هو التوصيل ديالها وهذا السيد اللي جاب لي الوكيل العام باش تصنط ليا في الاطار ديالها قالت لي ديك السيده المكتب الشكايات في وزاره العدل بان اتخاذت اجراءات قاسية بحق القاضي التحقيق اللي دار هاد الخشونة هادي ولكن ما غاديش نقول لك حتى شي حاجة لأن هذا قاضي التحقيق ما يمكنليش باش نعطيك شي 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 معلومة من الميل المهم أنا رسلت واحد الشكاية توصل بها السيد رئيس المجلس على السلطة القضائية كنأكد فيها الخروقات الخطيرة لا اللي دار الوكيل العام ولا قاضي التحقيق ولا رئيس المركز القضائي للدرك الملكي كنأكد فيها هذيك الإجراءات اللي هي 100% حقيقية وراه دابا لحد الساعة ما عرفتش أنا شكون اللي تيكايل على هذا السيد واخا راه هذا الشيء اللي دار راه باين لا في الخبرة ولا كل شيء باين بأن راه الظلم كاين أنا تنطلب من الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير لا اللي كيسمع على هذا الشيء ولا بارك ما يغطوا على هذا السيد بارك ما يغطوا على هذا السيد انا ما بقيتش باغي والو باغي الاجراءات القانونيه دار في الميت وها هي الشكايه راه ها هي سميتو ها هي كاينه هنا راه توصل بها السيد رئيس المجلس على السلطه القضائيه واش حالوا عليه ولا ضرقوه ولا الله اعلم راه توصل بها نهار 23 في شهر واحد في هذا الشهر اللي في 2018 الله يجازيكم بخير
انا راه تظلمت وتعذبت بزاف راه من 2012 وانا كنتمحن وانا كنتعذب. الله يجازيكم بخير، شوفوا لي المسؤولين الله يرحم ليكم الوالدين، واش اي حاجه نطلبوها من سيدنا ديروا خدمتكم، واش اي حاجه نطلبوها من سيدنا ولي الدخل، اللي بغى شهاده السكنه، اللي بغى يشرب يطلب سيدنا، اللي بغى شي حاجه يطلب سيدنا. الله يرحم ليكم الوالدين، ديروا خدمتكم، انا راه مظلوم. الله يرحم ليكم الوالدين، ها هما راه الشكايه عندكم، راه كلشي. علاش انا الوزير العدل علاش ما شدونيش؟ كنقول فيها كلشي، ديك الاجراءات اللي دار قاد السحاق علاش ما يتابعنيش؟ لا كانت عنده الجرأة يتابعني، هذه هي اللي نقول لكم. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يكثر خيركم، راني تظلمت. وهادشي راه قليل، انا ما غاديش نبدا نسب ولا نعير ولا نبدا نعرق. الله يرحم ليكم الوالدين، ديروا الخدمة، راه الشكاية عندك سيد رئيس مجلس أعلى السلطة القضائية. الله يرحم ليكم الوالدين، دير الخدمة مع هاد الناس، راه عيب، فالوثائق كلها كاينة، كتأكد هذاك الشيء اللي كنقول، الخبرات، وكاينين الناس مش غادي نعيروهم، كاينين الناس الله يرحم ليهم الوالدين، تاهما اللي كيديروا خدمتهم، كنشكرهم، المختبر ديال الشرطة العلمية بالدار البيضاء كنشكرهم، الناس اللي ما بغاو لا فلوس لا والو، باغين دنيتهم وباغين آخرتهم. الله يرحم ليكم الوالدين، كفاية ما تدربوا على السيد، كاع ديك المحكمة ديال الخريب كاع خرج عليها، كاع ولاو المنافقين، كاع ولاو اللي دخلتي عندو، تصوروا حتى من الملفات، الملف جا من المجال من تصوروا ملف 111 على 2016 الغرفة الجنحية بخريبكة، والملف طاروا منه كاع الوثائق، علاش؟ لأنهم كلهم مزورين، طاروا منهم كاع الوثائق، كنمشي نطلب شي وثيقة تيقول لك راه شدوها لنا في المجلس على محكمة النقد، واش هذا ممكن؟ والغرفة 111 جاوا وداخل في الحبس. وما في حتى وثيقه، قال لك فيها القرار، وهذا راه عيب 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 عيب. الله يرحم ليكم الوالدين، هذه هي اللي تنقول، ديروا خدمتكم. سيدنا الله ينصرو راه عييناه، ديروا خدمتكم. الله يرحم الوالدين، حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.